يسعد صباحكم وبونجور لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. رحلتنا الصباحيه بلشت معكم، تمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل معه الخير والرزق الكريمه ويكون هيك مثل ما بتحبوا اكثر وتقضوا برفقه الاشخاص اللي بتحبوهم. صباح الخير يا نرمين. يسعد صباحك رشا، كيفك؟ انا كثير منيحه وانت؟ بلشنا هيك نفوت بالطقس الشتوي، هذا الطقس الكآبه لا المحبب المفضل بدي اقول، يعني لا شب ولا برد، قديش لطيف. هلا انت من انصار الشتي مبين، يعني واضح من الحكي يعني تبعي. احنا اليوم السالب والموجب انا ونيرمين، انا جماعه الصيف، نيرمين بحب الشتويه. يعني يلا نحن هلا بلش الثلاث اربع شهور لنا. انا بحب السبات الشتوي كثير، بحب نام في احلى من النوم، القعده بالبيت الكنكنه. بصبح عليك يا رشا وصباح الخير لكل المشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد ونهار جديد، ان شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير وراحه البال والرزق الكثير لكل الناس. مع بدايه هذا الاسبوع دائما بنحاول نشحن حالنا بطاقه ايجابيه لنبدا هذا الاسبوع. فقراتنا لليوم وضيوفنا من مجالات مختلفه رح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل وبنرجع. هل تعلم أن هناك قاعدة تقول أن الشخص الذي يحاول إسعاد الجميع ويساعدهم ويسعى لإخراجهم من الحزن غالباً لا أحد يهتم لحزنه، بحيث يمضي حياته وحيداً مع ألمه في منأى عن الجميع؟ هذا الشخص عادة ما يعيش في تفاوت كبير بين ما يعطيه وبين ما يأخذه. وهل تعلم أن الإنسان كلما نقص كلامه ازداد فعله، بينما في المقابل كلما ازداد كلامه نقص فعله بشكل تلقائي؟ السبب يكمن في كون الإنسان عندما يتحدث كثيراً يقنع عقله الباطني بأنه طبق ما قال حقاً، الأمر الذي يبدد الحماس الضروري لعمله مرة أخرى على أرض الواقع. وهل تعلم أن الأفراد الذين لديهم ضحكة قصيرة ومحدودة هم عادة ما يكونون شديدي العصبية وأنانيين في طبعهم؟ أما الأفراد أصحاب الضحكة العالية فهم يبتسمون بطابع العفوية والبساطة، وهذا الأمر يزيد من فرص عيشهم لسنوات طويلة. وأخيراً، هل تعلم أن 60% من البشر سبق لهم أن استيقظوا من النوم وشعروا أنهم غير قادرين على الحركة؟ هذه الظاهرة علمياً تسمى شلل النوم، وتحدث بسبب أن الدماغ يكون في شلل مؤقت أثناء النوم لكي لا يتفاعل الإنسان مع أحلامه، فيستمر الشلل للحظات بعد الاستيقاظ. ضمن فعاليات الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقامت مديرية الصحة في محافظة القنيطرة ندوة توعوية في المركز الثقافي ببلدة حضر حول مخاطر وآثار المرض وضرورة المتابعة الدائمة. التفاصيل مع علي أحمد. ضمن فعاليات الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أقامت مديرية الصحة في القنيطرة ندوة توعوية في المركز الثقافي ببلدة حضر. استهدفت النساء في البلدة للتوعية حول مخاطر وأثار المرض وضرورة المتابعة الدائمة وإجراء الفحص الدوري له، لأن اكتشاف السرطان في وقت مبكر يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير. طبعا ضمن خطة مديرية صحة القنيطرة لتغطية فعاليات الشهر الوردي، شهر الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تقيم اليوم برامج الصحة العامة في مديرية الصحة بالتعاون مع المركز الثقافي في هذه البلدة محاضرة توعوية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، هذا المرض، شو ما هي أعراضه، ما هي عوامل الخطورة، كيفية مراجعة السيدات للمركز الصحي، وبالإضافة إلى ذلك هناك محاضرة أو ورشة عملية لتعليم السيدات كيفية الكشف والفحص الذاتي للثدي بالمنزل. بدي أقول للسيدات بكل مجتمعنا السوري أنه هل نحن في خطر؟ نعم نحن بخطر، مدام في عوامل خطورة كثيرة بتخص هذا المرض، مدام في نساء عندهم إصابات سابقة بسرطان الثدي هذا عامل خطورة، في عنا نساء عنده قصة عائلية لإصابة بسرطان الثدي كمان هذا أحد عوامل الخطورة، البلوغ المبكر عند البنات هذا من عوامل الخطورة، الحمل بيعمل
العمر متأخر هذا كمان عامل خطورة. بالنسبة لسن الضهي كمان إذا كان متأخر بعد 51-52. بالنسبة طبعا العوامل الخطورة اللي كتير شائعة بما يخص الحمية، عدم الالتزام بالغذاء الصحي، عدم الالتزام بالرياضة، ممارسة الرياضة. بالنسبة للتدخين، الكحول، عوامل الخطورة كتير صارت شائعة، لذلك لسه بقول إنه نحن ما زلنا في خطر ولازم نتابع هاي الحملات، وإن شاء الله بنوصل ونكتشف كل حالات الإصابة بسرطان الثدي بشكل مبكر ونوصل لنسب شفاء عالية. وبعد الندوة قام الفريق المختص من مديرية الصحة بجولة على كروم البلدة للقاء النساء اللواتي لم يحضرن بسبب انشغالهن بقطاف موسم التين، كي تعم الفائدة على أكبر شريحة من النساء في حضر والأخذ بأسباب الوقاية من سرطان الثدي. وبأولى مساحتنا الصباحية وبمساحتنا الطبية بعدنا نرمين بالشهر الوردي أكتوبر، وبعدنا بضمن حملات التوعية لسرطان الثدي. قد اليوم مهم اليوم هدول الحملات اللي عم تكون فيها الجمعيات والمؤسسات؟ صحيح رشا، يمكن أهمية هاي الحملات عم تكون لضرورة الكشف، ونحن بنعرف لما نحكي الكشف المبكر يعني في نسبة شفاء عم تكون عالية، وأحيانا عم تكون حالات شفاء تامة. أكيد نرمين، ولهذا الشيء نحن دائما بهذا الشهر وبصباحنا غير دائما عم يكونوا ضيوفنا عم نركز على حملات التوعية وقد اليوم مهم نحن نضوي عليها، وقد مهم نحن نعرف اليوم خطوات من أطبائنا شو لازم نعمل، شو هي الأعراض وشو هي خطوات العلاج. اليوم ضمن مساحتنا حيكون معنا ضيفنا لليوم الأخصائي في أمراض النساء ومعالجة العقم الدكتور أكرم الأحمر. سعد صباحك دكتور. يا صباح الفل، أهلا وسهلا بحضرتك. يا هلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. اليوم رح نحكي عن موضوعين، هو سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، ورح نبلش بسرطان الثدي ونحكي كيف بيتم الكشف المبكر عن هذا المرض. سيدتي هلا، هو أهمية الموضوع من الموضوع أنه يلي عن موضوعين حقيقة المقدمة اللي ذكرتوها السبب جدا مهم، يعني مثلا ليش ما بنعمل كشف مبكر عن سرطان الرئة وكشف مبكر عن سرطان المبيض بلا 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 بقية أنواع السرطانات ممكن تصيب الأنثى بشكل عام، لأنه هدول الاثنين هدول السرطانين يلي إذا اتبعنا وسائل الكشف المبكر بمواعيدها معناته قد نصل إلى نسبة شفاء تساوي حوالي 98% أو خلينا نقول معناته شفاء تام. طيب هلا وسائل الكشف المبكر خلينا نحكي عن كل واحد لحال. نحن هلا بدنا نقول نحن ما عنا بمعنى هي 100 أنثى هلا بنت أو سيدة ما عندهم سرطان ثدي، ما عم يشتكوا من شيء. هلا بمعنى انه ما عنا، بجوز يكون في عندهم بس ما عم يشتكوا من شيء من اعراض، هلا ممكن نمرق مرور سريع عليها. ولكن الكشف المبكر بخطواته المختلفه يلي بنرجع بنعيده بنكررها على طول، يلي هو اولا الفحص الذاتي للثديين، هي تفحص حالها كل شهر مره بعد الحمام بعيد عن وقت الدوره الشهريه يكون في احتقان الثدي. بتاخذ الثدي باربع ارباع او بدوائر حول الحلم، المهم تغطي بإيد اليمين كامل مساحة الثدي الأيسر وبإيد اليسار كامل مساحة الثدي الأيمن، ونفس الشيء كمان الإيد اليمين للعقد تحت القبط اليسرى وبالعكس. هي بس شغلتها هيك تنتبه لهالقصة هاي كل شهر. طيب هلا إذا هي كل ست شهور أو كل سنة أو لسبب آخر راحت لعند دكتورة نسائية، تطلب منه هي لو أخذت 3-4 دقائق من وقته زيادة أنه دكتور فحصتي ثديين، مع العلم ملاحظة جدا هامة، تلتين أورام الثدي سواء الحميدة أو الخبيثة تكتشفها الآنسة أو الست هي بحد ذاتها بالفحص الذاتي، فلذلك شوفوا الإجراء البسيط قديشه مهم، هي بتكتشفها بتلتين حالات. طيب فحص الطبيب بعدين نرجع بقى للشي منكمل الإجراء تبعنا بالشي بقى السكرينينج المسحي يلي هو مثل هذا الشهر الوردي خلينا نقول، أو كل بنت أو كل سيدة خلينا نقول فوق الأربعين كل سنتين مرة تعمل صورة إيكو مامو للثديين، إلا ببعض الحالات يلي مثلا بنت عندها أختها أصيبت بسرطان ثدي أو أمها أصيبت بسرطان ثدي، وقتها ما بنستنى الأربعين، ممكن من الخمسة وعشرين بننطلق كل ست شهور أو كل سنة ماكسيموم إنه لتعمل صورة الإيكو والمامو للثديين، لأنه هون صار في عنا ريسك فاكتور عالي إنه في قصة عائلية وخاصة إذا قرابة درجة أولى. فلذلك
بدي أقول نرجع معلومة ونأكد عليها على طول على طول وكل السنين وإن شاء الله بالأيام القادمة بالسنين القادمة رح نأكد عليها كثير. كل كتلة بالثدي، إذا عم بحكي عن سرطان الثدي، كل كتلة بالثدي بيكون قطرة لغاية 1 سنتيمتر نسبة شفاء حوالي 98%، يعني almost 100% شفاء تام، بمعنى أنه تخلص من الكتلة إذا في معالجات بالاستئصال أو شيء، بس إذا في معالجات لاحقة ممكن تكملها هرمونال أو كيمو أو ريدوثيرابي يلي هو معالجة شعاعية أو كيماوية، وبينتهى الموضوع عند أنه شفاء تام. هلأ بهي الحالة نحن منكون أخذنا أفضل فائدة نتيجة التوعية اللي عم نقوم فيها. هلأ نقول نحن معلومة هامة إنه كل كتلة سرطانية بالثدي لتوصل لقطر 1 سنتيمتر فهي صار لها 5 سنين عم تتشكل. طب إذا هي بهالخمس سنين كل سنتين، ما رح أقول كل سنة مرة، كل سنتين عم تعمل صورة الإيكو والمامو، إذن عندها فرصتين على الأقل لتكتشفها بواحد سنتي أو أقل، هذا يساوي نسبة شفاء تكاد تكون 100%. هلأ هذا بالنسبة لموضوع سرطان الثدي. إذا بدي أقول عن سرطان عنق الرحم، ليش التوعية جدا هامة هون والإجراءات اللي منتخذها يلي هو جدا إجراء بسيط. أولا من إلا انتبهي لمجموعة من الأعراض، مثلا ضائعات مهبلية أو مفرزات منقول متكررة، قد تكون رائحتها يعني غير طبيعية غير مألوفة، ما نوع التهاب عادي يلي بيصيب المنطقة. طيب مثلا ألم أثناء العلاقة بين الزوجين، أوقات منشوف نزوف بعد العلاقة، أوقات منشوف شوية نزوف خارج أوقات الطمث خارج أوقات الدورة الشهرية، بنقلها أنه تراجع الطبيب. خلينا نقول إذا مو كل سنة كل سنتين مرة إجراء جدا بسيط يلي هو اسمه باب سمير أو مسحة أو لطاخة من عنق الرحم، يلي هي بكل بساطة غير مؤلمة غير راضة، ما بتستهلك أكثر من 2 دقيقة وقت وبتنبعت على التشريح المرضي. إذا في شيء كمان نرجع منأكد هون، لما بيكون في عنا بداية إصابة العلاج تبعها يعني شفاء أكثر بالشفاء قد تكون 100%، وبخاصة بيقول معلومة جدا هامة بالنسبة لسرطان عنق الرحم يلي هي بتقول، والمعلومة هي من شقين، سرطان عنق الرحم بغالبيته الساحقة بيجي نتيجة فيروس اسمه HPV Human Papilloma Virus، يعني فيروس هو من الحالات من السرطانات النادرة بالجسم اللي بصيب البشر يلي منعرف سببه انه وجود هذا الفيروس اللي ممكن اوقات تبدأ الإصابة فيه بتقاليل تناسلية بتظهر على المنطقة، سواء المنطقة من أمام أو ممكن توصل لغاية ناحية الشرج هي التقاليل. هون ضروري جداً إذا بتسمح الحالة إنه نستقصي عنق الرحم عبر المسحة، وأوقات نضطر أوقات بخزعة موجهة، بمعنى للمنطقة اللي فيها بنقول suspected مشتبه بها، هي وقتها منتوجه ومناخد خزعة منها. هلأ صح سببه فيروس HPV ونسبة وأغلب الحالات جهاز المناعة بيقدر يقضي عليها بالإضافة للمعالجات اللي نحن منقدمها، بس منقول إنه ليتحول لكانسر سرطان عنق رحم هو بده حوالي 10 إلى 15 سنة. فإذا هي ما رح أقول لا كل سنة ولا كل سنتين، كل 3 سنين مرة عملت الباب سمير اللطاخة، فهي بإمكان عندها على الأقل 3-4 فرص يعني 3-4 فرص لنكتشفه، مثلا CIN1 وإذا كان 2 نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف المرض ببدايته. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانت نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانت نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانت نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم،
بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش لطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر
نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر
نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم مثل ما قلت حضرتك، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل حالة نقدر نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة احنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا طاط ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت، وإذا كانتو نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم، بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. ده شلطات ببداية في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطات ببداية. في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت وإذا كانتوا نحن ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ في حال صبية توجهت للدكتور وكانت عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات ببداية؟ إذا كان في حال صبية توجهت للدكتور ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات؟ في حال صبية توجهت للدكتور ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات؟ في حال صبية توجهت للدكتور ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض. قديش اللقطات؟ في حال صبية توجهت للدكتور ساعتنا عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور، اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإشراء وكانت المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإشراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش ولا في حال صبية توجهت اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم نحصل على نسبة شفاء جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم بالإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل هلا قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بالسليم نحصل على بالإجراء نسبة شفاء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم جدا عالية. طيب دكتور اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنين بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنين سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنين سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ناسا عم نحكي بالسنة سليم بنحصل عن بالإجراء نسبة شيف وكانت الإجراء المناسب لكل مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة وخاصة إحنا قدام إذا كان وقت طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال صبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجراء السبيرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم
التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجنة سبرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجنة سبرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجنة سبرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجنة سبرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن قدام إذا كان وقت طيف هلا طويل قادرين من خلاله نكتشف ولا برد المرض قديش لطيف. في حال الصبية توجهت للدكتور ساعتها عم نحكي بس سليم بنحصل عن بالإجنة سبرشيف وكانت الإجراء المناسب لك مثل ما قلت الحالة حضرتك نقدر اليوم التوعية جدا عالية. طيب دكتور اليوم التوعية كتير مهمة، وخاصة نحن